ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع فيديو يوثق للحظة وصول عدد من المهاجرين غير القانونيين إلى الجنوب الإسباني عبر زورق سريع من نوع فانتوم. وكشف شهود عيان أنهم شاهدوا الفانتوم وهو يدخل إلى شاطئ مارتيل، حيث هم عدد من المهاجرين غير القانونيين الذين يحملون الجنسية المغربية بالصعود إلى الزورق قبل أن يقلع في اتجاه الجنوب الإسباني. وكانت الزوارق السريعة المعروفة بالفانتوم قد خلقت ضجة كبيرة في السنة الماضية ونقاشا حول مدى اختراقها للحدود المغربية من دون أن تترصدها أجهزة مراقبة الحدود البحرية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.